أخبار اليوم. انا اسمي ابراهيم حمد. من دايره ايه يا حاج؟ دايره بولاق. في اسم لقيتش لقيت اسم بتاعي. نزلت النهارده ليه يا حاج؟ انا نزلت النهارده علشان خاطر نتعدل ونقف جنب السيسي. تمام، تقول ايه للشباب اللي ما نزلوش النهارده؟ الشباب اللي ما نزلتش هتندم، هتندم ندم جامد قوي، لان احنا في حاله لازم نقف جنب رئيس الجمهوريه وجنب شرطتنا وجنب حكومتنا وجنب جيشنا. في اي مشكله وجهتك؟ مفيش حاجه، وحاجه هايله خالص، وناس محترمه وجيش محترم وحكومه حلوه وقضايا كويسين، كل حاجه هايله، وانتوا حاجه هايله. تقول للناس ايه النهارده عشان تنزل يا حاج؟ اقول للناس انزلوا انزلوا، عيب علشان خاطر مصر تتعدل ونقف جنب راجلنا، الراجل المحترم اللي العالم كلها عملت له 1,000,000,000 حساب، السيسي اللي ربنا جابه لنا من السماء.